متحدون من أجل تونس، القائمة المستقلة بمنوبة، المشروع اللي نشوفوه الأفضل لولاية منوبة هو التنمية الريفية والحظائر اللي هما ممكن يحلوا مشكلة البطالة بتكوين حظائر ب 150 إلى 200 شخص في كل منطقة، ياخذوا الجبال والأراضي اللي هي متروكة ويتم تشجيرها بالزيتون، وناخذوا قروض من الصين لشراء معدات، قصد ناخذوا به معدات وقصد يتم به دفع الأجور لمدة 5 سنوات حتى الزيتون يدخل في طور الإنتاج، وبعد ذلك نعطيه 3 هكتارات لكل شخص خدم لمدة 6 سنوات وتمكينه منهم باش يكونوا على ملكه لمدة 20 سنة، وفي الحالة هذه نخلق مواطن شغل في الولاية وحتى على نطاق الجمهورية كاملة، ونكونوا خرجنا من مشكلة البطالة. وأهم شيء بالنسبة لنا احنا اللي قاعد يصير الحين هو كونه 200,000 شخص تقريب قاعدين فيه نزوح من الأرياف إلى المدينة. علاش؟ لقلة وجود العمل، والطريقة هذه اللي أنا ذكرتها هي الطريقة اللي أنا نشوفها الأفضل لتركيز هالناس هذوما في الأرياف، وبش يقوموا ويعملوا عائلات وتولي فما حياة في الأرياف وترجع من جديد، على عكس ما هو صاير في الوقت الحاضر. هذايا بالنسبة للبطالة. والمشكلة الثانية هي مشكلة الصحة، نشوفوا أنه في جميع المعتمديات تقريب مكثرها تفقد مستوصفات وتفقد الرعاية الصحية، حتى في بعض العمادات ثم نساء اللي هما ما نجموش يولدوا وتوفاوا وخلاوا أولاد لعدم وجود الآليات لإسعافهم. وأنا نشوف أنه من رأيي كونه لازم يكون استثمار في المستوصفات في الأرياف وفي العمادات حتى ما نقعوش في نفس المشكلة. المشكلة الثالثة هي المواصلات. احنا لاحظنا انه المواصلات شحيحة ياسر في المناطق هذية، فلازم نقوم بتطوير المواصلات سواء كان بالسكك الحديد او بالحافلات. ولانه لو شفنا ولايه منوبه ورحنا وشفنا الارياف نتاعها والمشاكل والمعاناه اللي يعانيوا فيها الناس وقت اللي يمشيوا لخدمهم، اللي يقوم الخمسه نتاع الصباح باش يوصل للثمانيه نتاع الصباح لخدمته، لعرفنا شنو هي المشاكل الاصليه. وانا نطلب من الناس اللي باش يترشحوا حتى على منوبه انهم يعرفوا المناطق هذية ويعرفوا مشاكل العباد هذوما، ويكونوا من الناس اللي ياخذوا الكيران وياخذوا الترينوات باش يحسوا بالمواطن اللي هو باش يعطيهم صوته.